كنا عند الخطيب، ايوه ممتاز، كنا نختم القرآن ندرس يعني عند الخطيب. بتذكر الشيخ يوسف فليفل اسمه، هذا من الحصن، درسنا عنده قاعد بدار احمد العوض، حتى بنته زينب كانت تدرسنا لما يكون هو غايب. درسنا عند واحد اسمه ابو عدنان ابو حمدي شامي، هذا قاعد بدار ابو شعبان. كنا نجيب للخطيب طبعا خبز، يعني هذا زي ما تقول فرض اساسي، لازم نجيب رغيف او رغيفين للخطيب اللي بيدرسنا. بيام الشتوي نجيب وقيد، يعني اللي عنده حطب يجيب حطب، اللي عنده فحم يجيب فحم، نعطي هذا بايام الشتويه. هاي يعني لا كاجره ندفع، حتى لو كان عنده ما بغاش العمله زي هيك، القرش كان غالي، لو جبنا له بيضتين ثلاثه بيمشي الحال. بعد ما نختم القران نحتفل، احتفلوا فينا يعني بهذاك الزمن، يعني كان الواحد عمره 7 سنوات ويختم القران 3 4 مرات. فكل مرة تختم القرآن يصير يعني يحتفلوا فينا، وناخذ جائزة من الوالد أو من الوالدة، طبعا كثير يعني قرش والله مخزوق هيك بأيام، قرش فلسطيني مكتوب عليه بالعبري وبالإنجليزي وبالعربي، ما كانش بالأردن عملة، العملة أظن صارت بال46 عملة الأردن يعني الدينار، كانت الجنيه فلسطيني اللي ماشي بهذاك الزمان. كنا نخشى من الخطيب يشوفنا نلعب بالحارة، يعني نلعب نكون بعيدين على البيادر، نبعد عن إذا كان أستاذ مدرسة يا ويلنا والله العظيم ثاني يوم يصير لنا كتلة. فنروح على المدرسة الصبح يتفقدنا واحد واحد، ما في يعني شاف واحد يقول له مين ما كان معك يلعب، يقول له والله فلان فلان فلان، قعد نقول يلا صفوا جاي ناخذ جزاء. الجزاء طبعا يا ضرب بالمسطره بحفته على الأدين، يا عقوبه يعني اكثر من هيك، يوقفونا على الحيط ندير وجهنا كاننا مساجين، يرفع الواحد اجر ويد وهكذا، يعني بقول لك كان لا اله الا الله. رغم كل هذا كنا ما شاء الله علينا يعني مش زي اليوم، يعني بعد اللي 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 حافظهن للصف السابع والله انهن معلومات اكثر من التوجيه اليوم او اول سنه جامعه، يعني الحمد لله ما زال في مخنا ومش رايحات. ليش؟ لانه اذا ما حفظناش بدنا ننكتل، فلذلك كنا نقرا. ما اعتقدش انه كنا يعني بحب الدراسه، لكن خايفين من المعلم، اذا لقانا بالشارع نستحي منه ونخاف ونترك. والله احنا طابتنا شرايط وحاطين فيها ملح او تراب رمل يعني ونلعب فيها. تصور في ذاك الزمان انه حافين نلعب كمان حج وطلع نسميها، في واحد معه عصا يضرب الحج وطلع، هاي بيسموها سعب امريكان او والله بيسبول، اه بيلعبوها الهنود الباكستاني حتى هذول. المهم يعني بهذاك الزمن امن، ان جانا واحد كبير من هالبلد ختيار، فشو بتلعبوا هون على هالبيدر يتنهزر فينا؟ والله ننهزم نرد ندور لنا على موقع ثاني. الحياه بهذاك الزمن رغم كل هذا يعني كان عندنا متعه، نروح نصيد دراج عصافير زرزور، بيام الزرزور كنا نصيد، ننصب فخاخ بهال، لو نحط مصفاه كبيره بهالسهل قفطان اللي هو شرقي مشارق البلد، اليوم والله يا عمي ما في قفطان، اليوم كله عمار، لكن بهذاك الزمان نسوي مصفاه ونحطها ونملسها، يجي الدرج عليها تصيد هالفخه 3 4 نعمه. اذكر لك على ايام اهل الصريح كانوا يقروا عندنا، وناس من الحصن، حوارة كانت يعني ابتدائية صحيح للرابع، لكن بالصريح ما كانش مدرسة، كانت المدرسة عبارة عن 10 دلمات، كانت حديقة من أجمل حدائق المملكة، أخذت على 10 سنوات متتالية الدرجة الأولى في كل المملكة بجمال الحدائق. فعلا كانت منسقة، فيها أنواع يعني، فيها أولا فيها قرميد لبيوت الدجاج، بيوت
ممتازة جدا، مبنية من طوب يعني مش اللبن زي ما كنا حوارة، كانت لبن لبن تراب، لكن لا البيوت هذه كانت جدا راقية من الحجر، والسقف قرميد، وكان الدواجن يعني عدة أنواع، 7 أنواع دواجن، في عندنا وز، في عندنا بط، بعدين كان بير اسمه سيح كبير جدا وعليه مضخة، كنا نتناوب عليها بالضخ ونكيف، يعني كأنه واحد معطينا أجرة، ليش؟ مين بضخ أكثر؟ يعني بهذاك الزمن نتعجب كيف هالمي تطلع لفوق، اليوم لا والله كل واحد عنده موتور بيطلع المي هاي لفوق بطريقة أحسن. فالدجاج هذا كان يتناوب عليه 4 طلاب في الأسبوع، يعني على باستمرارية، يعني كل 4 الدجاج مخدوم كل الأسبوع، الدجاج منه همبورغر، منه وايت هورن، من الأسماء هاي اللي بعرفها، منه بلدي، يعني أنواع دجاج شيء عجيب. كان البيض كله لو وزارة المعارف، ما فيش عندنا وزارة التربية والتعليم اسمها المعارف، طبعا يروح يعني. بتطرق للحديقة، كنا نسقيها من قلت لك بير كبير جدا سيح، لكن كنا أحيانا نستعين إذا بدها مي أكثر نستعين بالبركة، البركة كانت نظيفة وبعدين صارت وسخة. كيف وسخة؟ الأغنام كلها والحشاك البقر يغسل كل يعني يقولوا له العجال كله يرد على البركة، تيجي جمال العرب، تيجي العربان من خارج جايين على هالبرشة، شو بدها تقدي لها تقدي. بعدين نسواننا، النسوان يشتغلن، اللي عندها بساط زي ما بديش اقول لك موسخ مقلق، معاها ميجنة ومعاها شرش حلاوة ومعاها هذا، ويقعدن على هالبرشة على القلع، ويصيروا نطب تقول شو هذا شو فيه. نادر تشوف واحد يسبح فيها، ما فيش واحد اصلا لو سبح فيها وسخه المي، ما واحد بيقول له وسخه ولا نظيفه. يعني في ناس كانوا والله يسبحوا، في ناس يستغلوا الفرصه بالليل يجوا بالليل، هذا اللي بده يستحي والله بوعيته احيانا ينزل اذا في ناس، واذا ما فيش ناس بده يستنى الليل تا يدب حاله. الشجر كله توت من احلى ما يمكن، تهز الشجره ينزل لك توت، ينزل لك تقريبا شو اقول لك بوكس وبوكستين وظل لك كل. وبعدين مثمر التوت يعني بعد ما تاكل وتشبع كمان يظل على الارض ويصدروا منه لها الموظفين الكبار، كان يروح ياخذوا يجي ياخذوا. فالشجر بده طبعا خدمه، نحوط عليه ونعمل له ونزبله بأن واحد مشان الشتوية، وبعدين يجيبوا لنا شيد نشيد الشجر من تحت، نص الشجرة تشيدها حتى تقاوم الطقس وتقاوم الحرارة. بعدين كان عندنا ميزان مطر، لما يعني تشتي الدنيا يجي أي فلاح من البلد يقول شلون هشت السنة، نعطيه كمية الأمطار اللي نزلت في تزرع الجزر، تزرع الفجل، البقدونس، حتى السبت والفجل. أيام الشداد الفجل نوعين، نوع طويل شوي ونوع مدحبر، يعني ممتاز جدا. وبعدين ما قلت لك مخدومة دائما وأبدا، والمساكب والله ما تلاقي فيهن يعني حجر صغير جدا، يعني ما فيش أعشاب ضارة مثلا بهذاك، كلنا نخدمها بطريقة يعني ممتازة. بعرف الزراعة، كان واحد اسمه موسى سويل، كان عندنا واحد أخيرا يوسف السليم الغرايبي أبو فخري، أخيرا هذا آخر يعني هذا بدك تقول بالأربعينات، لكن قبل الأربعينات كان عندنا أستاذ، كان أستاذ اسمه روش دمريش، كان واحد اسمه موسى سويلم، كان إبراهيم حدادين. أكثر إشي كان الأستاذ أبو فخري، هذا لما إجا أبو فخري، أما قبلي أبو فخري كانوا أساتذة من برا، كان واحد من سال جرادات، خاف الله أنه جرادات، كان مدير مدرسة احترم جدا يا سيدي، كل إنسان درسنا إله علينا حق كبير، ونشكرهم والله لغاية الآن، اللي مات منهم طبعا أكثرهم ماتوا.